سعود اسحب ورقه هنا، بس قبل تسحب ابغاك تختار موقف للشخص اللي راح تسحب اسمه، او انه يقلد صوت معين، او انك تطلب منه طلب معين، شيله، قصيده، او سؤال يعني بخاطرك متسد. إيه؟ هل راح تطلب منه يقلد صوت معين او اي صوت عادي؟ اي صوت. ابيه يقلد صوت الحصان. صوت الحصان، اسحب الاسم. في واحد منكم بيقلد صوت الحصان الحين. ثامر مدن، تعال 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 يا سلام. ثامر مدن اصلا اصلا قبل اي قبل هو حدد هذا قبل يختار الاسم. فين الكوب المذيع؟ انا ما ادري اصهر صدق انه ضاع على صوت احمد ربك. إيه؟ طلع لنا صوت حصان جديد اصهر. والله اقسم برب البيت يا صوت الحصان انه ضاع. عطنا اي انا بقول صوت الحصان وانت بس طلع صوت يا حصان يا ابو مضبوط. تعال انت قلد الحين، هو اعطاك الفكره الحين نسمع من قلد. لهذا حصان صار على حاد هذا. اقدر اسحب واعطيه مر؟ ها؟ اقدر اسحب اي بعد شوي. تعال اسحب الحين، خذ بحقك تعال، بس اختار اختار الاسم من الحين. اختار طلب.